وي السلام عليكم خوتي احبابنا لي زونغلوح لي كومونبير دانا نه ايوه نعطيكم هذه النصيحة مادام ما عنديش فيها وقت بون لي جو حراقة لي راكم تجو حراقة ما عندكم يوم راكم تجو لوروب انا لا تاخذوا رعي وديروني في الرعي شريك ماشي اي دولة تدخلوا ليها تبصموا كما بزاف ناس هاي دير مثلا يدخل مانيش عارف انا الله هنغري بصم يزيد يدخل الاطريشي بصم يهبط الطلياني بصم بالله سويسي بصم بالله المالي بصم وبعد السويدي بصم نو شوف دير لو بوسيبل تاعك والماكسيموم تاعك وسقسي على الدول اللي العزيز تاعهم كما نقولوا دايم ما ينقطعش ولا نقطع ما يضروكش في السيتياسيون تاعك وروح لهذيك الدوله ودير لازيد ما لقيتي تمرمد نقولوا ومام ديك الدوله اللي توصل ليها وراك عارف باللي زعما اسيوري ومنا بلادي تاع مليح وكاع ايسي ما تروح ديريكتوم دوموندي لازيد ايسي نقولوا دبر ايسي كيما نقولوا حنايا تتاقلم قبل ما دير لازيد اذا شت باللي هاد البي ولا هاد الدوله ولا هادي خرجت عليك وعمرت لك جيبك ودارت لك اوت دوموندي فيها لازيد اذا صدت باللي هاد الدوله زعما البلون اللي كنت دايرو في راسك ما خرجكش دونك اهرب شوف اين نوت خوصا شوف دوله واحده اخرى هذه هي وهي وتهلا الله دوك الحبار تشوليا ايه سمعت